العملية تندرج في إطار الحملة المقررة لمعالجة البلوعات ومصارف الصرف الصحي تفاديا لوقوع مشاكل يعني تنجم عن تساقطات المطرية المحتملة، خاصة نحن في فصل الخريف المعروف بالتقلبات الجوية التي يصعب التوقع النتائج المترتبة عنها. قامت مديرية الموارد المائية بالتعاون مع المؤسسة التابعة لها لونا ولاديو بتسطير برنامج لتنقية وتنظيف شبكة التطهير وبلوعات الأمطار لاستقبال المياه هذه التي حتى لا تشكل عائق للساكنة ولا حركة المرور.